السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي الأعزاء، أتمنى يكون تقدروا تذاكروا في الأيام الصعبة دي، وأتمنى المحاضرة تبقى informative ليكم وبسيطة. هنتكلم على التبركلوزس، وبنهتم أساسا بالبلمونري تبركلوزس. لو أي استفسار هسيب لكم تليفوني، اتصلوا عليا، ابعتوا اي اسئلة عندي، اعملوا جروب على الواتساب وابعتوا اي حاجة، ممكن نبقى نعمل زوم وندخل، واي استفسار ممكن نرد عليكم فيه، ممكن تبعتوا لي كلموني مباشر، اي حد عاوز محتاج حاجة هسيب لكم تليفوني بحيث انكم تقدروا تتصلوا عليا. صباح الخير، احنا محاضرتنا النهاردة على التبركلوزس، وعلشان نبدأ في التبركلوزس لازم نفهم الكلمة اللي هنقولها. التبركلوزس عبارة عن جزئين أو كلمتين، تيوبركل اللي هي السويلينج أو راوند نوديول، والأوزس اللي هي الكونديشن. دول كلمات لاتينية تعملنا إن تبركلوزس، سواء بيبقى في أي حتة في البادي فعلا بيبقى تفاعل. التفاعل ده بيعمل لي حاجة في البصيص اسمها كيزيس ماتيريال، فبتعمل لي راوند نديول او سويلينج، وهذه الكونديشن، هذه الحالة تسمى تيبركلوزس. انا عارف ان السكوب بتاع الدراسة في عندكم في الكوريكولم بتاعكم محدود، لكن خلونا نفتح الموضوع عشان نبقى فاهمينه، ما نبقاش معقدين الدنيا وتلاقي الموضوع سهل. واحنا بنتكلم المرض ده خطير جدا، من الحاجات الليدنج كوز اوف ديث على مستوى العالم. يكفي قوي اللي احنا نعرف السنه بتاعت 2018 احصائيات دبليو اتش او، ان كان في 1.5 مليون ماتوا. طبعا احنا عارفين العلاقه بين التي بي المريض يبقى اتش اي في اللي هو عنده الايدز، يعني عنده استعداد اكتر من غيره انه يحصل له تي بي، وده اللي خلى بعد ما كان المرض ده خلص من العالم لقوه رجع تاني للعالم المتقدم، مش ما عندناش دعوه بنفسنا. فدي مشكله كبيره المورتاليتي. المشكله الثانيه الخطيره على مستوى العالم حاجه اسمها مالت دراج ريزيست، نستخدم احنا الادويه بطريقه ابيوز وبطريقه سيئه جدا، فبالتالي في عندي مالت دراج ريزيستنت، وده مشكله في العلاج. الريفامبسين استخدامه بطريقه غير مقننه عمل لنا مشكله. في هدف على مستوى العالم ان سنه 2030 نكون قدرنا نخلص مشكله التبركلوزس من على مستوى العالم. طبعا نبقى فاهمين يعني ايه لما نتكلم على مستوى العالم. الانفكشن ان جنرال از ليدنج كوز اوف ديث، في الطب بتاع الانفكشن النمونياز، وفي السبيسيفيك انفكشن التي بي از اون ذا توب. طبعا علشان يحصل تبركلوزس لازم يبقى فيه ميكروب. ذيس ميكروب احنا عارفين اسمه، واخدينه في الميكروبيولوجي واخدينه في الباثولوجي، مايكروبكتيريوم تبركلوزس. علشان يحصل انفكشن خدناها برضو قبل كده، واحده من ميثود اوف سبريد اسمها دروبلت انفكشن. دروبلت انفكشن يعني الرذاذ اللي بيطلع ده ابقى انا قريب من العيان عشان يجي لي واتعدى منه. وعشان كده الكلوز كونتاكت مع المريض مهمه جدا، عشان كده هيبقى موجود في داخل العيلة أو داخل البيت، في الجيران القريبين من بعض، في داخل العمل. حاجة جميلة جدا وظريف في المرض ده، لو المريض خد تريتمنت بروبر تريتمنت فور تو ويكس هو مبقاش انفكتيف، بالتالي حلقة العدوى ممكن أوقفها إن أنا أعمل سكريننج وأعرف فين العيان وأبدأ أعالجه، أسبوعين هوقف السبريد أوف انفكشن. تعالوا نعرف بقى حاجة مهمة جدا، مسميات كده في التي بي مش هتبقى موجودة كتير برا. في عندنا نوعين من التي بي، تي بي انفكشن اند تي بي ديزيز. تي بي انفكشن بتعني لي ان المريض خد الاورجانيزم. انا لو واحد قاعد مع في بيئة في بيت مع مريض في عنده تبركلوزس، ده ياخد منه الانفكشن، ما يحصلش عليه امراض خالص، ما يظهرش عليه اي اعراض للمرض، لكن هو عنده الاورجانيزم بنسميه latent TB او latent او infected person.
هو انفكتد اوريدي. لو بدأ يظهر عليه امراض بسميه اكتيف تي بي او تي بي ديزيز، علشان بس نبقى فاهمين المسميات. يعني المريض بيتعرض لمرحلتين لما يبقى ان كونتاكت مع الانسان العادي. لو بقى كونتاكت مع مريض تي بي هيبقى رقم واحد ياخد انفكشن، يبقى اسمه تي بي انفكشن او ليتنت تي بي. لو بدا يظهر عليه الاعراض بقى زي المريض بالظبط، بنسميه تي بي ديزيز او اكتيف تي بي. الليتنت ده مش معدي، لكن مشكلته ان هو ممكن يقلب لاكتيف، وعشان كده وانا بعمل سكريننج لازم اطلع الليتنت عشان اعالجهم، علشان امنع السبريد بتاع الديزيز. ويقال ان في اكتر من 2 بليون بيرسون وورلد وايد عندهم ليتنت تي بي. لما نيجي نتكلم على الباس فيسيولوجي نبقى عارفين، احنا نتكلم على البالمونري توبركلوز، لكن نبقى عارفين التي بي مش بس افكت ذا لانج او ريسبيرتي سيستم. تي بي كان افكت اني سيستم ان ذا بودي، فبالتالي انا عندي تي بي اوف ذا سكن، تي بي اوف ذا بون، تي بي اوف ذا جي اي تي. فبالتالي ممكن نقسم التي بي الى بالمونري توبركلوزس او extra pulmonary tuberculosis. يعني ممكن يبقى عندي تي بي بس جاي لي شايف شست، او عندي اماكن تانية فيها تي بي، وده هيتفرق في التريتمنت بلان اللي احنا بنيجي نحطها للتوبركلوزس، وهتفرق في تشخيصنا احنا بنشخص ايه بالظبط. في حاجة كمان اسمها primary وsecondary tuberculosis. primary tuberculosis يعني اورجانيزم هيدخل لمكان في الجسم زي اللنج او زي جي اي تي مثلا. وهضرب مثال بسيط لي، لما بدي البي سي جي بدي في الجلد علشان يعمل لي انفلاميشن في الجلد، بيحصل مع كيسز ماتيريال تتكون، وده عشان يبقى في السر، نشوف بالكده في نوديول وممكن تبقى السريتد كمان، ونلاقي زي حاجه زي بس طالع منه. وفي انفلاميشن في الدرين لينف نود، وفي ان بتوين الليمف شانلز بيحصل فيها انفلاميشن. عندي فوكس، وعندي لينفانجايتس بتاعت الليمف شانلز، وليمفادينايتس بتاعت الليمف نود. يبقى دي بسميها الترياد بتاعت جونز فوكس اللي هو البرايمري كومبلكس. طيب ده عشان نفهم يعني ايه البرايمري كومبلكس. طب لو الاورجانيزم فيرولنت ودخلت الجسم، اما الجسم ده اميون كومبتنت او اميون كومبرومايز، عنده اميون ديفيشنسي، فبالتالي في الحاله دي مش هيلحق الجسم في الاميون deficient patient. ممكن الأورجانيزم تبقى invading حتى البلاد ستريم وتعمل لي مالير تيبركلوز من أول أتاك، فده الفيد بتاع البرايمري كومبلكس. أو في الإميون كومبتنت يحصل لي localized inflammatory reaction أو granuloma formation، فبالتالي في الحالة دي بقى عندي حاجة اسمها silent infection اللي ممكن يحصل فيها reactivation في نسبة منهم، ويحصل لي تي بي زي في اللنج يحصل لي تي بي او بالمونري تي بي. طب ايه سكندري توبركلوزس؟ اما اكسوجينس سوبر انفكشن بيجي لي على العيان ده، وبالتالي يحصل لي اوبن توبركلوزس، واكسترا بالمونري توبركلوز ممكن تحصل كمان نتيجه السبريد، او بيكون عندي نتيجه الاندوجينس فوكس اللي موجودة في دي سبب أو لآخر حصل فيها اكتيفيشن، ويبقى لي نفس تعمل لي نفس اللي بيحصل اللي هو الأوبن توبركلوز أو إكسترا سبريد إكسترا بالمونري توبركلوز. السؤال اللي دايما يبقى في ذهننا، مين هم اللي ريسك أكتر للتي بي؟ طبعا الأطفال، بالذات لو كان معاهم حد في البيت وهو تي بي. طيب في حد تاني؟ العيانين immune compromised، بالذات ال HIV، العيانين اللي عندهم IV drugs بيستخدموا IV drugs اللي هم ال IV drug addict، ال أي contact مع infected person. لو البلاد متقسمين احنا بلاد، وال WHO بتحط خريطة البلاد اللي أكتر فيها prevalence او اندمستي للتي بي، مصر تعتبر جزء فيها عندنا
درجه معينه من الاندمستي بتاع التي بي. عشان كده احنا بندخل تي بي في الديفرنشال دايجنوز لاي شيست بروبلم. جاي عنده كرونيك كاف نحط التي بي، كان حتى لو جاي بكاف وهيموبتس نحط التي بي، زي ما احنا قلنا الفيفر في انون اورجين، وبالذات لو كان اسيد اوف كاف نحطها في اعتبارنا. لوس اوف ويت بنفكر في التي بي خلاص. وبعض الناس التانية اللي بنفكر فيهم برضو هيلث كير وركر، و لما يكون حد شغال في اماكن فيها زحام وفيها عرضه ان يكون فيها تي بي. يهمنا في الاطفال الطفل المحتك في حد عنده تي بي او عايش في حته الانسدنس بتاع التي بي فيها زياده. بنجمع الكلام ده في حاجات بسيطه. اي طفل عنده ويك اميون سيستم، الفقر وما ادراكم ما هو الفقر، او في سابستانس ابيوز زي الاي في دراج ابيوزرز، بالذات الاطفال وعند 8 سنين و 9 سنين اللي بنسميهم اطفال الشوارع، او المناطق والبلاد اللي فيها الاندمستي بتاعت التي بي اكتر وحد عايش فيها او بيسافر وبيروح فيها، طفل ابوه بيشتغل في حته فيها تي بي وبيضطر ان هو ياخده ويعيش معاه والكلام ده، ده لازم نفكر. انا سايب لكم التفاصيل بتاعت الكلام ده اقروها، لكن نفهم لو عاوزين، الهدف هو الفهم فقط. دي الحاجات اللي بزود الريسك، وانا كاتب الباقي نقرا بالراحه ايه الحالات اللي فيها ويك اميون سيستم، ودي مش مطلوبه لكن عشان مجرد نبقى فاهمين الدنيا. علشان امنع التي بي، وده جزء من شغلي كدكتور، لازم ابقى فاكر ان في عندي تو فورم، اكتف وليتنت. الاكتف بس هو اللي بيعمل لي انفكشن، وعشان امنع الليتنت من ان هو يبقى اكتف ممكن اعالجه. فلو انا عندي واحد وثبت ان هو ليتنت وبدات اديله علاج، ده هيبقى كويس ان انا اقل الانفكشن في الكوميونتي، ودي هيبقى ليها وسائل لسه هنقولها حالا. العيان ده عشان يحمي اهله وقرايبه واصحابه يعمل ايه؟ يقعد في البيت بقدر الامكان الفتره اللي بياخد فيها العلاج لحد ما البيريود بتبقى الانفكتيفيتي بتقل، يبقى قاعد في اوضه متهويه كويسه قوي، بيبقى مغطي وشه بقدر الامكان، انا اسف مش وشه يعني، حاجه لابس زي فيس ماسك، بحيث ان هو لما يكح ما ينشرش الرذاذ بتاعه في الاوضه، فيبقى في عندي دروبلت انفكشن موجوده، واللي يشاركه واللي يتعامل معاه ممكن يجيله تي بي. الرسالة اللي لازم تتقال للمريض اللي عنده تبركلوزس ومهمة جدا، رسالة في غاية الأهمية، من فضلك ما توقفش العلاج، لأن دي الطريقة اللي بعالجك بيها وبحسنك، وفي نفس الوقت بمنع المرض من هو ينتشر للي حواليك. الحاجة المهمة جدا اللي الكوميونتي بقى مش بس لمجرد المريض وازاي نحمي المقربين للمريض، لا، نمنع المرض تماما من الاصل، ندي فاكسينز. الفاكسينز مهمه جدا، والبي سي جي فاكسين مهمه جدا، ولازم ندي اويرنس للناس، ولازم احنا كدكاتره نعرف ازاي الحقنه دي بنديها، وازاي ميعادها وما نفوتش ميعادها، ونشجع الناس ان هم يلتزموا بيها. نتكلم على السيمتوماتولوجي اوف تي بي، ما ننساش البالمونري تي بي والاكسترا بالمونري. يعني ممكن يكون عندي العيان ده عنده رينال تي بي فبيلاقي عندي بلاد مثلا في اليورين، عندي في البون فبيلاقي لي اعراض ريفيرد للبون نفسها. لكن لما اجي اتكلم على الشيست هيكون عندي اعراض سيمتومز ريليت للشيست، اهمهم الكاف والبليدنج والشيست بين. الكاف اللي بيطول بيبقى كرونيك كاف، وهيموبتسيس ممكن يكون معانا سام سورت اوف بلورس اوف ذا كومن، ونلاقي شيست بين. لكن في اي تي بي نتوقع ان في جنرال مانيفستيشن، في جنرال سيمتومز، اهمهم لوس اوف ويت. مفيش عيان تي بي هيدخل في الغالب، مش هينفع انه يدخل لان ده كرونيك انفكشن، بيبقى عندي لوس اوف ويت وعندي فاتيج وعندي فيفر وعندي نايت سويتس وعندي لوس اوف ابيتايت. فهنا مفيش عيان بيجي يقول لنا انا تي بي يا جماعه،
اتوقع التي بي في ايه؟ في الكرونيك، بالذات في المناطق الانديميك اوف تي بي، في الكرونيك كاف، لما يكون العين كاف ومعاه هيموبتسيز، لما يكون جاي عند كاف وهيموبتسيز وشيست بين، بالذات في منطقه انديميك، لو عندي عيان عنده لوس اوف ويت، لو عندي عيان في عندي كرونيك فيفر اللي بنسميها فيفر اوف ان نون اوريجين اوف 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 وفي الحاله دي بالذات لو معاه كاف، ده لازم اتوقع العيان ده يكون عندي تيبركلوز. لما باجي اعمل دياجنوز للتي بي، السيمتومز اللي انا لسه قايلها دي انا بدور عليها وبسال عليها، ده الكورنر ستون بتاعي اللي بيوجهني ان انا اشخص. عشان كده لما باجي اعمل اكزامينيشن بيبقى عندي جنرال اكزامينيشن، مفيش حته في الجسم مش هدور عليها، لكن مهم قوي اشوف الليمفادينوباسي، لان الليمفادينوباسي هتهمني في حاله تي بي. مهم قوي اعمل اكزامينيشن، فول اكزامينيشن اوف شست انسبكشن بيركشن بالبيشن اوسكالتيشن، كل الاربع تولز بتوعي من اول انسبكشن مرورا بالبالبيشن مرورا بالبركشن مرورا بالاوسكالتيشن لازم اعملهم بالكامل عشان اشخص هل عندي ساينز اوف نمونياز ولا لا، هل عندي ساينز اوف بلوريسي ولا لا، عندي ساينز اوف بلورال افيوجن ولا لا. الحاجات دي كلها لازم ادور عليها. طيب بعد كده هل في تيست انا ممكن اعمله عشان استفيد واقدر اعرف؟ بعمل الترديشنال تيست اللي هو التيبر كلين تيست، اللي هو بعمل انجكشن لجزء من البي بي دي تيبر كلين في ال فولر سيرفيس اوف ذا فول ار، وبحقن الجرعه بتاعتي وبشوف ال انديوريشن، ما يهمنيش الريدنس، بقيس الانديوريشن بتاعي عشان اعرف الحاله دي اكتف تي بي اور نوت اكتف تي بي، او عندي تيبركلوز او ما عنديش تيبركلوز. ودي ما بتتقراش قبل 48 ساعه من ان انا اعمل التيست ل 72 ساعه. مهم جدا الراديولوجي في الحالات اللي هي سيمتومز ساينس سجستيف اوف تي بي، لازم نعمل راديولوجيكال اكزامينيشن. البلين اكس راي او سي تي، سي تي طبعا بيدينا ريزلت احسن، لكن البلين اكس راي الكومن بنلاقي فيه كونسوليشن، ممكن نلاقي فيها لينفادينوباثي واضح قدامي، ممكن نلاقي فيه بلورال رياكشن بلورال افيوجن، ممكن نلاقي كمان ان في اير واي كومبريشن واضح، في كولابس ظاهر قدامي. العيان بتاع التوبركلوز زي ما قلنا واحده من الساينز بتاعته كاف وكرونيك كاف وبرودكتيف كاف. برودكتيف كاف يعني في عندي سبيوتم برودكشن، نتيجه في انفلاماتري في كيزس ماتيريال بتطلع جواها المايكوبكتيريوم الموجوده بتاعتي دي، اللي ممكن اخد السبيوتم ده وازرعه على ليفنشتاين جانسون ميديا، ودي للاسيد بتطلع الاسيد فاست اورجانيزم. ممكن اعمل ستيننج بزير نيلسون ستيننج واشوف الاورجانيزم نفسها، فدي واحده من التست المهمه جدا اللي احنا بنستخدمها علشان نكمل الدياجنوزس سيمبتومز وساينز واشوف راديولوجي واشوف سبيوتم اكزامينيشن. زي ما قلنا في عندي سيمبتومز وفي عندي ساينز، وعملت تيبركلين تيست وعملت شيست اكس راي وعملت سبيوتم اكزامينيشن، هل في بلاد تيست؟ في نتيجه تفاعل والانفلاميشن اللي بيحصل اللي بسببها التي بي باسيلس، الوايت بلاد سيلز بتطلع لي ماده اسمها انترفيرون جاما. الماده دي احنا نقدر نعملها اساي بحاجه اسمها انترفيرون جاما ريليز اساي في البلاد، ودي تدينا نسبه جيده ان احنا نشخص بيها التيبركلوزس. واحنا بناخد التي بي لازم فاهمين ان مش مجرد بنشخص، واحنا بنشخص جزء من التشخيص، نعرف هل في عندي كومبليكيشن ولا لا، هل حصل كومبليكيشن في حته السباين فيها ايه، البرين هل في منجايتس ولا لا، هل الليفر والكيدني هل حصل فيهم سبريد وحصل فيه افكشن ولا لا، الهارت لان الهارت ممكن بيحصل لي بيريكارديتس، فالاماكن دي كلها لازم وانا بشوف بعمل اسسمنت للعيان
لازم اعمل اسسمنت للكومبليكيشن بتاعتي، وهل يا ترى في افكشن في الاماكن ديت ولا لا. لما نتكلم على التريتمنت بتاع التي بي لازم عارفين شويه حاجات، ان الميديكيشن از كورنر ستون عشان اعالج، مفيش عندي حاجه لازم استخدم الانتي تيوبركلس، ملهاش حل تاني، وان ده مش بيحتاج يوم ولا اتنين، ده بيحتاج شهور، نصل الى 5 الى 6، انا اسف، الى 9 شهور، ده الحد الادنى، لكن في بعض الحالات ممكن اطول عن كده تبع السايد بتاعي. عشان كده اللانس بتاع التريتمنت هيعتمد على الايدج، اوفر اول هيلث بتاعت العيان، عندي دراج ريزيستنت ولا لا، وفين الاورجانيزم ده موجود وانا بعالج انهي سايت. لازم نبقى عارفين ان في كومن دراج بنستخدمها للتي بي، يعني في اساس ادويه اساسيه، اي ان اتش، ايزونازايد، ريفامبسين، ثامبيوتول، بايريزينامايد، دي الادويه الاساسيه لازم نبقى عارفينها، وتدخل في بروتوكولات كتيره لما نيجي نتكلم على تي بي، وفي ديفرنت بروتوكولز، وده نبقى عشان نبقى فاهمين بس، لكن معلوماتنا محدده بالكلمتين اللي عندنا في الكتاب. طيب القواعد العامه، لو لقيت ان تي بي بعالجه دراج او اتنين من التي من الانتي بيركولس هيبقوا كافيين جدا. طب لكن لو عندي اكتيف تي بي، لا انا ممكن استخدم اكتر من دراج وبستخدمهم ات سيم تايم. طيب لو عندي دراج ريزيستنت تي بي في كومباينيشن ممكن استخدم فيها الكينيلونز، وممكن استخدم ادجوفنت دراجز فيهم زي الادويه اللي اسمها لاينوزليد وادويه تانية. دي قواعد عامه مش مطلوبه مننا، لكن نبقى عارفين ايه اللي احنا بنعمله. الليتنت على الاقل استخدم دراج او اتنين، لكن الاكتيف تي بي ممكن استخدم سيفرال دراجز. يعني لما الاقي في التي بي بروتوكول مكتوب 3 دراجز او 4 دراجز، ده بروتوكول سليمه مفيش فيه اي خطا خالص. من الحاجات العامه لازم انتبه ليها الميديكيشن سايد افكت، ادويه الانتي بيركتس ليها سايد افكت على الليفر، عشان كده انبه العيان ان هو يبقى الساين والسيمتومز اللي اخليه يخاف منها او يقلق عليها او يرجع لي تاني، لو في نوزيا او فومتنج، لو في عندي لوس اوف ابيتايت، لو عندي جاندس، لو عندي دارك يورين، ده الحاجات دي كلها اخلي العيان يرجع لي عشان ما اخليهوش يدخل في سايد افكت. لازم برضو الحاجات العامه اللي الاحظها وانا بعالج، ان العيانين اللي بياخدوا البايريزينامايد دول بيحصل لي يوريك اسيد بيزيد، بالتالي لازم اعمل الاسسمنت، ريجولار اسسمنت، بيريوديكال اسسمنت لليوريك اسيد. العيان اللي بياخدوا ايثامبيوتول ده بيأثر لي على الفيجوال اكويتي، لازم اعمل اسسمنت كل شويه. العيانين اللي بياخدوا اي ان اتش بيحصل لي فيهم سي ان اس افكشن، ممكن يحصل لي بريفرال افكشن، نمبنس، تينجلينج، ممكن يحصل لهم سيزر ريكورد في بعض العيانين. البي 12 ممكن يحل لي المشكله دي. اللي فات كله كان علاج للجنرال، لكن ايه في الاطفال بقى؟ حاجات من تي بي بتتعالج ازاي ان جنرال، لكن في الاطفال هنعمل ايه؟ في الاطفال انا بستخدم 3 ادويه في البدايه لمده شهرين، وبعدين بشيل منهم دواء واكمل بدوين، يبقى في دوين بيكمل 6 شهور، ودواء استخدمته لفتره شهرين بس. الدوين اللي بستخدمهم 6 شهور كاملين اي ان اتش وريفامبسين، اللي بستخدمه لمده شهرين البايريزينامايد، ولازم بتابع بالكالشر عشان يبقى عندي كالشر نيجاتيف فور تي بي. طيب الاين للعيانين اللي هم بوست نيتال تي بي، اللي هم صغيرين بادئين بتي بي معاهم في النيتال بيريود، دي بستخدمه 9 شهور 12 شهر. في عندي انستراكشن ازاي بقى بكسر التابلت بتاعت الايزين الاي ان اتش، الريفامبسين اذا كان توليريت لا مضطر اقسمه، دي حاجات كده انستراكشن نبقى فاهمينها لكن مش مطلوبه قوي منكم. ثامبيوتول في صعوبه جدا ان اتابع العين بتاعت العيل عشان نشوف فيجوال اكويتي في السين الاولانيه، فمفضلوش رغم ان هو دواء كويس علشان يمنع لي الريزيستنت، وعشان كده استخدامه بيعتمد على الافيلابيلتي الحاجات كتيره جدا، هل في عندي بيدياتريك اوفثالمولوجي ولا لا، هل انا مطمن على الطفل،
انا بعمل مونيتورنج ده كويس ولا لا. قبل ما انهي المحاضره لازم ناكد على المونيتورنج للعيان ده. مونيتورنج لحاجتين، هتاكد ان هو كالتشر نيجاتيف، فبالتالي العيان ده هيدخل لمرحله تكمله العلاج عشان يبقى كومبليتلي نورمال تاني، يرجع نورمال بيرسون نورمال اكتيف تشايلد. الحاجه التانية مونيتورنج عشان سايد افكت، ما دخلش العيان في سايد افكت، فلازم اكد باستمرار ان انا بعمل الحاجات دي طول ما انا ماشي في العيان. بتمنى في نهايه المحاضره نكون غطينا النقط الرئيسيه بتاعتنا، ايه هو التيبركلوزس، ايه هو البالمونري تيبركلوزس، ان عندنا نبقى كون خرجنا من المحاضره عرفنا ان في تيبركلوز ممكن يبقى بالمونري واكسترا بالمونري، ممكن يبقى برايمري وممكن يبقى سكندري، في ريسك فاكتور مش كل الناس ممكن يجيلها تيبركلوز، في عندي سيرتن ريسك فاكتور يتاثروا. لما باجي اشخص المرض ده لازم اعتمد على السيمتوماتولوجي والساينز اللي ممكن الاقيها في العيانين، واكد الكلام ده بالراديولوجيكال فايندينج، بان انا اعمل تيبركلين تيست، بسبيوتم اناليسز، ممكن اخد بلاد تيست زي ما بنعمل اجرا تيست اللي قلنا عليه. لما باجي اشوف العيان ده واحط له اكشن بلان، ابقى عارف ايه الادويه اللي ممكن استخدمها، وايه السايد افكت بتاعتي، وايه هاو تو مونيتور ذي سايد افكت، وفور هاو لونج اي ويل جيف ذيس بيشنت ذيس ثيرابي، علشان انتهي بالنهايه بنتيجه جيده. اتمنى تكون المحاضره مفيده، ومنتظر اي استفسار ليكو على التليفون بتاعي، اعملوا جروب واتساب واسالوني زي ما انتوا عاوزين وفي اي وقت. ممكن تنظموا اكتر من سيشن زوم لموضوع الطبي او لاي موضوع في البرمنولوجي ممكن نتعاون فيه مع بعض ونرد فيه مع بعض. اشكركم كتير جدا، ونلتقي دايما على خير، تمنياتي لكم بالنجاح والسداد ان شاء الله.